بالاضافه طبعا عندنا بعض المبادرات عشان نخفف من طبعا اعباء المعيشه على المواطن. معرض اهلا رمضان واللي سيتم افتتاحه الشهر الجاري، بالاضافه الى معارض. ده هيكون ايه المعرض؟ فيه ايه؟ هيبقى معرض تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، مبادره اسمها اهلا رمضان. ده هيبقى بشكل رئيسي في 27 محافظه على مساحه 30,000 متر. هتطرح فيه مجموعه كبيره جدا من السلع الرمضانيه والغذائيه والسلع الاساسيه بتخفيضات تصل الى 20% برعايه طبعا فخامه السيد رئيس الجمهوريه، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجاريه وكافه الموردين والمنتجين. سيتم وجود هذا المعرض بشكل موحد ونمط استهلاكي معين، وسيتم عمل عروض سلعيه في هذه المعارض، وستصرف نقاط الخبز اسعار دي واقل من كده. ده هيبقى متاح وده هيبقى متاح، واللي لديه القدره ارخص من كده شويه. في ارخص من كده هنا، في حاجه ب 20 جنيه وفي حاجه ب 25 جنيه اهو. حضرتك ده التين السوري اهو 21 جنيه، وفي قمر الدين يبدا من 25 جنيه. وعندنا كرتونه رمضان برضو هيبقى فيها مجموعه كبيره من السلع الجافه تبدا من 27 جنيه لحد 112 جنيه. فيها ايه الكرتونه؟ فيها يميش رمضان، فيها مكرونه، فيها رز. لا احنا عاملين دي اكتر من مستوى واكتر من شريحه سعريه لكرتونه رمضان، تبدا من اول 27 جنيه لحد 112 جنيه. وبالتالي احنا بنطرح الكرتونه او شنطه رمضان بشكل موحد من خلال المجمعات الاسكيه. اي مواطن عايز ياخد كميات اللي هو عايزها ياخدها. في مؤسسات خيريه ومؤسسات مجتمع مدني بتتعامل مع الوزاره وبتتعاقد ان هي تاخد كميات كبيره من الكراتين دي وعليها شعار الوزاره، وتطرح للمواطنين سواء من السيارات المتنقله او ياخدوها من المنافذ الثابته. عندنا